معكم يا شباب، معكم أنس في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم عن اللاعب الجديد الذي انتقل إلى فريق الوداد البيضاوي، اللاعب أنس جبرون. أنس جبرون هو لاعب جيد، كان وانتقل البارحة يوم 14 يناير، واليوم 15 يناير ينضم إلى فريق الوداد البيضاوي، وراح يلعب فقط في البطولة لأنه غير مكتوب اسمه في دوري أبطال إفريقيا. سيكون هذا اللاعب، أظن أنه سيكون لاعب صانع ألعاب، وإنه لاعب ممتاز. راح نبقى نسوي في هذه القناة فيديوهات دائما باللغة العربية، لأنني أنا مغربي راح أسوي بالعربية مو بالدارجة. يلا مع السلامة. أول فيديو في القناة بنتكلم عن أنس جبرون والوداد البيضاوي الذي سيروح في هذه الأسبوع إلى ماميلودي سانداونز ليواجه ماميلودي سانداونز في دوري أبطال إفريقيا في الجولة الثانية. وفريق ريال مدريد فاز 2-1 أمام مضيفه الذي لعب عنده في فاز ريال مدريد 2-1. وأظن أن سيكون مباريات كثيرة في هذا الأسبوع. يلا يا شباب، مع السلامة.